أنزل في رأي بعض الباحثين يقول كما أنزل أي من الناحية التاريخية. تعلمون أن الفرق كبير بين الترتيب على أساس تاريخي والترتيب على أساس كمي وعددي. على أساس تاريخي يخليك تعيش تطور مرحلة الدعوة الإسلامية وحركة النبي شيئا فشيئا، كأنك أنت قاعد ترافق النبي من الناحية التاريخية، وتضيء على التاريخ أشياء كثيرة وفيها منافع عظيمة. ولذلك بعض علماء القرآن حتى من أتباع مدرسة الخلفاء كانوا يقولون أنه لو كان الأمر على طبق ما ينقل من أن عليا رتب القرآن حسب ما أنزل من الناحية التاريخية فإن فيه علما كثيرا جدا فات الناس، وهذا كلام صحيح. أجيب لك مثال، أنت الآن طبيب، يأتي إليك مريض، بين أن أنت تعرف تاريخ المرض ماله من 10 سنوات 15 سنة 20 سنة بدأ يعاني من كذا، ثم بعد سنتين كذا، ثم بعد 3 سنوات كذا، أنت كطبيب تصير الرؤية عندك واضحة كيف تطور المرض في هذا المريض. شجرة عندك تريد ترعاها، نفس الكلام تاريخها، لما تجي مجتمع من المجتمعات تريد تدرسه تشوف كيف تطور تاريخيا حتى تعرف شلون صارت أخلاقه شلون صار علمه. تاريخ شيء مهم جدا، فأنت لما تجي وتعرف تاريخ هذه السور كيف مشت مع الدعوة الإسلامية ومع رسالة النبي سيكون هناك عندك رؤية واضحة جدا. اللي صار مو هذا زين، هذا القرآن اللي سواه الإمام علي وينه الآن؟ هل هو القرآن الذي نقرأه أو لا؟ هذا إن شاء الله نتحدث عنه في ليلة أخرى، وسنشير إلى أنه نعم الأصل هو هذا الذي نقرأه، هو الكتاب الذي كتبه علي عليه السلام. التغيير اللي صار فيه من قبل الخلفاء صار تغيير وتقديم وتأخير في قضية السور، وهذا رح نتحدث عنه إن شاء الله في وقت آخر. هذا الترتيب، هذا الاهتمام، هذا الجمع من قبل أمير المؤمنين عليه السلام باهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله يتوافق مع كل الأمور التي ذكرنا جانبها الآخر في الليلة الماضية. الليلة الماضية قلنا أنه لو أن النبي لم يكتب ولم يأمر بالكتابة ولم يجمع القرآن في زمانه لكان ذلك يعد والعياذ بالله تضييعاً لأهم قضية تربط الأمة وهو القرآن الكريم. بينا هذا المعنى في ليلة مضت. بناء على هذه النظرية وهذه الفكرة، لا، الله أوحى، جبرائيل جاء، رسول الله لفظ، علي كتب، ومو أي كاتب أيضا، وإنما كاتب معصوم، مو كاتب ينقل عن شخص آخر، مو كاتب بعيد عن النبي، لصيق بالنبي من اليوم الأول للبعثة. لا أحد يدعي، كل الكتاب، وفيهم من قال ونقل عن النبي أنه من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه كما يقرأه ابن أم عبد أو قراءة أبي أو فلان أو فلان، بس هذول كلهم إجوا فيما بعد. زين، أخذوا القرآن نقلوه
لكن شتان بين من سمع رنة الشيطان في أول وحي وبقي مع النبي إلى آخر لحظة عند رأسه، وكان في هذه المدة لا يفارقه